قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للاميه حمدين نصبح عليها كده ونشوف ايه الحاجه اللي هي محتاجه او نفسها تشوفها في ابنها لما يكبر. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك منا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. عايزه يويو يبقى ايه يا لميا؟ مش صفه واحده، انا عايزه حاجات كتيره قوي، بس اكتر حاجه نفسي اشوفها في يوسف انه يبقى راضي عني قوي. بتمنى ان هو يفضل طول العمر كده راضي عني، لكن انا كمان نفسي اشوفه طول الوقت حد مسؤول متحمل المسؤوليه، راضي عن نفسه، ونفسي تفضل الحنيه اللي فيه دي مكمله معاه لاخر العمر ان شاء الله. هي دي الحاجات اللي انا بتمناها في ابني.